السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح يكون درسنا الثاني من التربية المهنية اللي هو السلامة المرورية للصف الثامن. كما أخذنا في الدرس السابق عن الحوادث المرورية وتعرفنا على مفهوم الحادث المروري وأنواع الحوادث وأسبابها والخسائر الناجمة عنها. طبعاً اليوم الدرس رح يكون عن السلامة المرورية، ولما نسمع بكلمة السلامة المرورية على طول رح نتذكر الحوادث المرورية وطرق الوقاية والإجراءات المهمة حتى نمنع من حدوثها، واللي بتتطلب من الجميع الالتزام فيها، سواء كان السائق أم الراكب أم المشاة. وكل هذا لنوفر البيئة المرورية الآمنة التي تضمن سلامة الإنسان والممتلكات. فرح ناخذ اليوم مفهوم السلامة المرورية وعناصر السلامة المرورية. مفهوم السلامة المرورية: جميع البرامج المرورية والتوعية والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من وقوع الحوادث المرورية. طبعا لماذا؟ لضمان سلامة الإنسان والممتلكات وحفاظ على مقومات البلد البشرية والاقتصادية. ثانيا العناصر اللي هي عناصر السلامة المرورية، طبعا المسؤولية اللي هي بتوقع على تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الواسع على كافة عناصر المرور، ممثلة بالعنصر البشري اللي بيشمل الجميع من المشاة والسائقين والركاب، وطبعا بالإضافة إلى العنصر المادي المتمثل بالمركبة والطريق. ورح نوضح دور كل عنصر في تحقيق هاي السلامة المرورية. أولا المشاة. المشاة اللي هم دور مهم في الوقاية من حدوث أو من الحوادث المرورية، ولازم في أمور نراعيها. أولا استعمال أماكن العبور الآمنة مثل الممرات والجسور والأنفاق المخصصة للمشاة والإشارات الضوئية، كل هاي الأمور لازم ننتبه لها للمشاة حتى ما يصير عنا حوادث ونعمل وقاية منها. الالتزام باستعمال الأرصفة، يعني إذا كان في عنا رصيف فما في داعي إنه نتعدى هذا الرصيف ونمشي على الشارع، لازم نلتزم باستعمال الأرصفة. نتجنب أماكن العبور غير الآمنة كعبور الطريق من بين السيارات والحافلات والمركبات الكبيرة وعند منعطفات الطرق، لأنه احتمال أنه ما يكون السائق أو السيارة تكون كاشفة اللي قدامها وشايفة أنه في حدا عم يمشي بين السيارات، وممكن يكون هنا في يصير عندنا حادث لا سمح الله. استعمال أماكن اللعب الآمن كالملاعب والساحات والحدائق العامة، ونتجنب نلعب في الشوارع. ارتداء ألوان فسفورية أو الفاتحة ليلا حتى نتمكن إنه السائق بالعتمة يقدر يشوف اللي بعيد. اثنين السائق، طبعا بتمثل دور السائق في تحقيق السلامة المرورية في أكثر من موضوع. أولها الالتزام التام بقواعد السير والأنظمة هي المتعلقة بالقيادة الآمنة مثل التقيد بالسرعة المقررة، مراعاة أولويات المرور، ربط حزام الأمان وغيرها. تجنب السلوكات اللي بتشتت انتباه أو بتفقد السيطرة على المركبة مثل التدخين، استعمال الهاتف النقال، تناول المأكولات أثناء القيادة، كلياتها هاي بتشتت الانتباه ولا سمح الله بتفقد السيطرة على المركبة، فلهيك لازم نتجنب هاي السلوكات. الراكب، ثلاثة الراكب، في كمان للراكب أمور يجب المراعاة في تحقيق السلامة. أولا الانتظام عند الركوب في المركبة وعند النزول منها، الجلوس في المكان المخصص وعدم التنقل داخل المركبة أثناء سيرها، لأنه رح يشتت انتباه السائق ويفقد السيطرة على التركيز. كمان استعمال حزام الأمان الخاص بالراكب.
عدم التحدث مع السائق أثناء قيادته للمركبة برضو كمان بشتت الانتباه. التأكد من الوقوف التام للمركبة عند الصعود أو النزول منها، يعني ما ننزل منها وهي إلا هي بنتأكد وهي واقفة تماما حتى نقدر نركب الباص أو نركب السيارة أو نقدر ننزل منها. 4. المركبة. للمركبة دور مهم وأساسي في تحقيق السلامة المرورية على الطريق، ويقع ذلك على عاتق السائق، ويتمثل ذلك بأكثر من موضوع اللي هو إجراء الفحوصات الفنية والوقائية للمركبة، يعني يشيك عليها كامل إذا ناقصها شيء حتى ما يصير عندنا أي خلل أو عطل بيحدث للمركبة من دون تأخير. توافر وسائل السلامة العامة في المركبة مثل طفاية الحريق، الإطار الاحتياطي، المثلثات العاكسة وغيرها من السلامات العامة. 5. الطريق. للطريق دور كبير في الوقاية من الحدوث الحوادث المرورية في حال توافر شروط السلامة فيه، وبتمثل ذلك بمراعاة أمور، منها 1. صلاحية الطرق من الناحية الهندسية للسير عليها من حيث خلوها من الحفريات، توافر الإضاءة والعاكسات والشواخص والإشارات المرورية والأرصفة على جوانب الطرق. طبعا في تمرين من 1-2 حملة مرورية توعوية لاستعمال ممر المشاة، وكتير مهم انه لازم نعرف ايش رح نستفيد من هذا التمرين. التمرين بيسهم في حملات اللي هي التوعوية المرورية بشكل فعال في زيادة الوعي المروري لدى الكثير من الأفراد لتعلم السلوكات الصحيحية وغرس العادات السليمة فيما يتعلق بالسلامة المرورية، حتى لقدام نفهم ونقدر نستوعب إيش هي الوقاية والسلامة المرورية. لازم ننفذ التمرين اللي هو خطوات التمرين 1. راعي متطلبات الصحة والسلامة العامة والالتزام بالتعليمات رجل السير أو المعلم. نجهز المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ الحملة المرورية التوعوية. قف على حافة الرصيف عند ممر المشاة وزميلك على الحافة الأخرى. نرفع الإشارة قف للمركبات بإشراف المعلم. نتأكد من توقف السيارات على كل من الاتجاهين. نسمح للطلبة طلبة كافة عبور الطريق بانتظام وصولا إلى زميلك الحافة الأخرى. نتأكد من وصول جميع الطلبة إلى الجهة المقابلة. ونزل الإشارة وأشكر السائقين للسماح بمرور المركبات. هذا التمرين بيزرع جوا الطلاب انه لقدام كيف انه نحقق الوقايه والاجراءات اللي نقدر يعني حتى نامن او اللي هي السلامه المروريه. لهون بيخلص درسنا، يعطيكم الف عافيه.